الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله. من باب حرص بعثة الحج البحرينية على سلامة الحجاج وهم في مكة المكرمة ليؤدون مناسك الحج بكل سلاسة ويسر، قام فضيلة الشيخ عدنان القطان رئيس البعثة بزيارة إلى جميع مقرات الحملات البحرينية، وذلك للإطمئنان على جميع الحجاج وسير الإجراءات والخدمات المقدمة لهم. وقد حرص رئيس البعثة البحرينية على نقل تحيات جلالة الملك المعظم إلى الحجاج وأصحاب الحملات، مؤكدا أن التوجيهات الملكية السامية لبعثة الحج البحرينية تستهدف توفير وتيسير أفضل السبل أمام الحجاج لأداء الشعائر المقدسة بكل سلاسة. فهذه الجولات التفقدية التي تقوم بها البعثة البحرينية ما هي إلا للإطمئنان على الحملات البحرينية والوقوف على احتياجاتهم والتأكد من راحة الحجيج. فالحملات البحرينية قد أثبتت على أنها أهل للثقة وأنها على قدر المسؤولية المعطاة لها بعد ملامسة جميع الاستعدادات والتجهيزات التي أعطيت لها من أجل توفير كل ما يتمناه الحاج وقضاء موسم حج ميسر. سرت والشوق طريقي جئت من فج عميق إن من أركان ديني حجة البيت العتيق جئت للبيت الحرام لألبي في الزحام إن من أركان ديني حجة البيت العتيق لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إحساس يعني إحساس رهيب، إحساس طمأنينة، حسيت برغبة في الوصول وسرعة إلى الحرم يعني والكعبة. ما أقدر أوصف لك الشعور. زوجتي كانت مع زوجتي أول مرة تحج، كانت حتى دموع تنزل كانت في أول ما دخلنا مكة. الحمد لله على كل شيء. البداية كنا وايد متخوفين بس ما شاء الله تنظيم الحملة جدا ممتاز والناس حتى المنظمين جدا حلوين وحتى يعني الدروس الدينية اللي يعطونا جدا قيمة وهادفة فالحمد لله وايد مرتاحين. وطبعا من ناحية الإجراءات الاحترازية على طول الكمامات يكونوا موجودين، حتى حزت اللي كنا رايحين نعتمر يعني مختارين ما شاء الله الوقت المضبوط. الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بعثة البحرين وموفرة كل الأجهزة كل الأمور لنا ونحن نتعاون وياها إذا في أي شيء، والحمد لله إلى اليوم ما في أي إصابة عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى والتعاون وياهم. نحن وفرناهم كل شيء في كل غرفة في حق تطهير ما تطهير، قاعدين نسوي يومية عندنا النظافة، فالحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى. أحس أن الحجاج ما يفكرون في الكورونا، قاعدين يفكرون شلون يحجون شلون يسوون مناسكهم، فهذا شيء نعمة من الله سبحانه وتعالى. وفي فرق كبير الأمانة، الآن تطورت الأمور خصوصا المواصلات وطرق الخدمات المقدمة، وثاني شيء القطارات اللي أنشئت صراحة المملكة العربية السعودية مو مقصرين ويعني حاطين ثقل كبير في هالمجال. أي حاج جديد مهما كانت خلفيته ومهما قرأ يحتاج تفسير ضمني حق الشيء، فالحمد لله اليوم وضحوا لنا النسك
وشنو يوم التروية وشنو اللي بيصير في عرفة والذهاب والنفور لمزدلفة وهذه المناسك كلها يشرحوها اليوم بالتفصيل وجاوبوا على كل أسئلتنا الصغيرة اللي يعني الحاج يبي يكون متمكن منها، هل احنا على يعني اللي نسويه هذه الصح وهذه اللي كمل حجاتنا. فاليوم ما قصروا الجماعة كلهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. بصراحة كلهم ما قصروا معنا، والله متابعيننا أول بأول، يبلغوننا وتبوننا. أنا أقول لهم أخاف إن حجتي ما تكون مقبولة لأن مرتاح، ما حسيت بتعب الحاج. فشلون حجيتنا يعني قبل غير والحين غير. فالله يجزاهم كل خير، الله يجزيهم عنا خير كل الجزاء، ما قصروا والله. أنا قاعد أقول لك ومقشعر جسمي والله. كان هذه السنة سنة مميزة جدا، على الرغم ارتفاع الأسعار، أسعار شريحة الحج وأسعار الحج، إلا أن هذا لم يقف عائق أمام حجاج، وكان شوقا غير عادي أبدا، حيث كانت الدموع حقيقة تنهمر من الكبير الحج ومن صغير الحج، يعني صغار الحجاج ومن كبارهم، ولا كانوا معتادين سنوات يجوا الحج مدمني الحج مثل ما احنا نسميهم. ايضا كان هذا شوق رباني الى بيته الحرام الى كعبته المباركة. بخصوص المناسك طبعا مثل ما تفضلت هذه اول مرة لنا، فربما يكون هناك تخوف ان هالمناسك صحيحة مو صحيحة. الإرشاد والكادر ما قصروا ويانا على طول الخط، الحمد لله رب العالمين، متوفرين ب 24 ساعة، أي سؤال أي استفسار هم دائما بالخدمة. وهذا يعني أمانة ولوجه الله يعني الجماعة ما قصروا، فشكرا شكرا شكرا لهم. وطبعا أفضل، ما في أفضل وأشرف من خدمة حجاج بيت الله الحرم، هذه شرف سبحان الله، يعني الله خصنا فيه، وإحنا نتأمل إن شاء الله نكون عند حسن ظن حجاجنا، وإن شاء الله والله يتقبل منا العمل جميعا يا رب. الحجة الأولية من بعد 27 سنة كانت فيها نوعا ما من المشقة والتعب والعناء بحكم الإجراءات اللي كانت موجودة في ذاك الوقت، المواصلات تقريبا فيها مشقة، الانتقال من منسك إلى منسك في نوعا ما من المشقة، ولكن في هذه الفترة الحمد لله تسهلت الكثير من الأمور. القيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية جزاها الله خير قاعدة تواكب جميع التطورات والتسهيلات اللي موجودة في جميع دول العالم وتسخرها في مناسك الحج للتسهيل على الحجاج وتيسير عملية الحج من مرحلة إلى مرحلة بكل يسر وسهولة. احنا يعني تخنقنا العبرة صراحة، يعني نحس روحنا مميزين، رب العالمين اختارنا في هالوقت، يعني اللي العالم كله تمر او يمر بازمه وبظروف غير اعتياديه، فنحمد الله ونشكره. تساؤلات كثيره من الحجاج بخصوص الاجراءات، بخصوص يعني الحج، طبعا لان الامور ما كانت واضحه وكانت متسارعه، الوقت جدا ضيق بالنسبه الينا وبالنسبه اليكم كبعثه حج بالنسبة للدول كلها، لكن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى قدرنا، يعني ممكن عامل الخبرة وعامل الكفاءات الموجودة يعني ساعد المقاولين، ساعد الحملات على تعدي هذه الفترة الصعبة. يعني لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. طبعا في خدمات نقدمها للحجاج وهي الخدمات السريعة، مثلا نعالج الأمراض المستعجلة مثل الزكام والكحة، ونعالج الحالات اللي هو الطارئة، وإذا حالات مستعصية نرسلها إلى مستشفى النور، ونحاول معاهم نروح معاهم في كل المرافق في منى وعرفة ومزدلفة عشان نعالج أي حالة طارئة موجودة. عندنا طبعا العيادة متكاملة فيها جميع الاستعدادات والخدمات، ونحب نطمن الحجاج إن الحمد لله الاستعدادات موجودة، والمملكة العربية السعودية ما قصرت، وإدارة حملاتنا بعد فيها كل الإمكانيات المتوفرة من أدوية وعلاجات إن شاء الله.
نحرص على حماية الحجاج ورعاية الحجاج بكافة إجراءات احترازية أعلى المعايير، من فحوصات البي اس ار، من فتح عيادة مخصصة، من توفير طاقم إسعاف في كل الباصات. ففضل رب العالمين، نحن متابعة دورية ريكورد حق كل المرضى اللي عندنا، وإن شاء الله يا رب يكون سالمين غانمين ورد الديرة بسلامة وصحة وسلامة لجميع الحجيج إن شاء الله بإذن الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله.